باندو، ولد مكناس، في عمري 24 سنة. ما كملتش قرايتي في الليسي، ولكن درت ديبلوم ديال لا فابريكاسيون ميكانيك اللي هي الصناعة الميكانيكية. خدمت في شركة، يعني خرجت من ديك الشركة الأساس علاش خرجت، اللي هو الصالير وديكلاراسيون ديال لا سينيسيس، ما بغاوش يديروها ليا. حاليا كندير تجارة حرة، لا غوبريزونطاسيون ديال لي برودوي كوزميتيك. عاد لقيتني تنفكر فيها هادي 3 ايام، تلاقيت انا واحد الصديق ديالي تا هو عنده الدبلوم بحالي، هو زيد عليا في النيفو ديال الدراسة، بغينا زعما نتلاقاو بجوج ونديرو اتوليي ديال لا فابريكاسيون ميكانيك تكون ديالنا حنايا. تنفكر ولكن مازال متردد ومازال خايف، ومازال عاد تنقلبوا على لي ماشين فين تيتباعوا، تنقلبوا على الصالير ديال لي ماشين بثمن مزيان، يعني دي ماشين يكونوا مزيانين. اون بليس مازال حنا عاد حاطين، يعني حاطين فكره، ولكن مازال ما تنديروش ولكن مازال ما درناش دراسه المشروع في الوراق. كنعارضك علاش؟ حيتاش التكوين تيدير الميولات لجميع الشباب، كل واحد وفين عنده الميول ديالو، اين دومين كيبغي هو. حيتاش حاليا ما يقدرش اي شاب غادي تعطيه مثلا واحد الدومين غادي يعطي فيه كلشي، لا، الا ما كانش هو تيبغي داك الدومين ما غاديش يعطي فيه. بحالي مثلا دابا انا ما كملتش قرايتي، ما كنتش كنلقى قرايتي في الكول، ما كنتش كنلقى راحتي في الكوليج والليسي، ولكن ملي طلعت للتكوين لقيت راحتي في داك الدومين اللي هو الصناعه الميكانيكيه. يعني داك الدومين عجبني علاش؟ حيتاش ما كيتقادش واحد اللي تيصنع لنا مثلا واحد البياسه تركب في واحد الميكانيزم اللي هي طوموبيل، طياره، باطو، ولا تران، تيبقى داك الشيء المهم على حسب الاختيار، فهمتي؟ ما عمرو غادي يتقاد مع واحد اخر مثلا اللي تيصلح، فهمتي؟ مثلا هذاك اللي تيصلح شنو غايدير؟ غير غادي يصلح داك الشيء اللي صنعت انا، ولكن داك الدومين ديال الاصلاح اللي هو لا مانتونونس، حتى هو حاليا دومين زوين، وهو اللي فيه الاغلبيه الخدمه حاليا في لي سوسيتي، فهمتيني؟ انت بالنسبه للتكوين راه ما يمكنش غادي يدير لك هو غير داك الشيء اللي فيه الخدمه. هو تيدير لك الشعاب على حساب تيخليك الاختيار انت شنو تتبغي، فهمتيني؟ فهمتي؟ كاين اللي تيحلم انه يكون مثلا اوبيراتور دو ماشين، بحالي مثلا دابا انا اوبيراتور دو ماشين دو فابريكاسيون ميكانيك، ياك. كاين اللي عنده عاوتاني الميولات ديالو في داكشي ديال لي باتيمون ديال البني، كاين اللي عنده الميولات ديالو في داكشي ديال الكتريسيتي، كاين اللي عنده عاوتاني في داكشي ديال تابلومبيت ديال الاصلاح ديال الموضوع، كله فاش عنده، فهمتيني؟ هذا هو اللي كاين. اما متوسط باش يعيش المغربي هو وعائلته، ولكن غادي تجي لاصقه، يعني انك تلبس، تاكل، تشرب، الى مرضتي داوى على قد الحال، ولكن يعني باش تفطح وتسافر ودير طوموبيل وكذا ما تكفيكش، فهمتي؟ يعني ديك 3000 درهم غادي تعيش بها، كما تيقول واحد المثل المغربي، يعني عيش تموت وصافي. ولا عائلتي، حيتاش الا صوتت في الانتخابات غادي نكون، يعني انا اختاريت واحد السيد، وما نقدرش انا نختار واحد السيد اللي يكون هو ما غاديش يوفي بدوك الوعود ديالو 100%، ما غاديش يوفي بالوعود ديالو، ونكون انا عاوتاني قلبت معايا واحد 40 مليون نسمه اخرى. يعني دفعنا السيفيات، بغينا نخدموا على راسنا، مي للاسف ما لقيناش. دفعنا في صالون دومبلوا اللي دار العام اللي دار في 2019 في قنيطره، ما عيطولنا الشركات، يعني مازال حاليا تنقلبوا تنتسناو شي شركه تعيط لنا، مازال حاليا تنتسناو. يعني وفي مكناس ما كاينينش فرص الشغل، وكاع حتى الا خدمتي تيكون الصالير طايح شويه.